اتهامات متبادلة بين مقاتلين متشددين ومقاتلين أكراد على خلفية الصراع للسيطرة على منابع النفط في محافظة الحسكة شمال سوريا. مصادر في المعارضة تتحدث عن اشتباكات بين الطرفين في منطقة الإعروبية الحدودية مع العراق، نظرا لوجود واحد من أكبر الحقول النفطية شمال شرقي سوريا. اتهامات نفى صحتها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، مؤكدا أن القتال الدائر في العروبية جاء على خلفية اتخاذ تنظيمي داعش وجبهة النصر المدينة منصة للهجوم على المنطقة الكردية وقاعدة انطلاق لعمليات انتحارية في هذه المناطق. وتشير مصادر في المعارضة إلى أن آبار النفط التي لا تزال تعمل شرق البلاد تخضع لسيطرة كتائب مسلحة تابعة للجيش الحر وفصائل أخرى، فضلا عن عشائر تسكن المنطقة وعصابات بيع النفط في السوق السوداء المحلية. ويسيطر مقاتلو المعارضة على معظم منابع النفط في شمال وشرق البلاد، أهمها حقول الورد ورحيم وخشان في دير الزور، فضلا عن حقول العروبية على الحدود العراقية في محافظة الحسكة. وتعد الحسكة الخزانة النفطية لسوريا كونها تضم أكبر الحقول النفطية وأهمها حقلاء السويدية وارملان، الذي يعد الحقل الوحيد الذي يغذي مصافي النفط في حمص وبنياس. وخلافا لهذا الحقل يسيطر مقاتلو الجيش الحر وجبهة النصرة وكتائب أحرار الشام على حقول الريف الجنوبي للحسكة، ويستخرجون النفط منه ويصدرونه إلى المناطق المحررة في دير الزور وريف حلب، في حين لا يسيطر جيش النظام إلا على حقل العمر شرقي مدينة دير الزور الذي توقف عن الإنتاج نتيجة لضربات المعارضة التي قطعت خطوط الإمدادات النفطية منه. هذا وتفيد تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن الإنتاج الكلي للنفط السوري تراجع منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 بنحو 60%، ليصل إلى 153 ألف برميل يومياً في أكتوبر 2012. هنا محمد بخشم، العربية.